نشرة الليلة، ولعت بين باسيل وخليل. بصير اتصال للطلب إليهم أنه يصير فيه مقاطعة شيعية لحدث وطني لبناني عالمي. نحن لدينا الجرأة، لو كان لدينا قرار بأن نعمل على مقاطعة اللقاء لكنا أعلناه بكل وضوح. اجتماع أخير للجنة قانون الانتخاب، وأول الخاسرين الإصلاحات. خسرت أنا، خسرت معي الإصلاحات، خسروا معي كل هي آخر خسارة معي، لأنه هي خسارة لحرية الناخب. ما عاد ممكن، أولاً هي بتحتاج لتعديلات بالقوانين. حزب الله يطلق رسمياً عجلة التحضيرات الانتخابية. الغرف السوداء التي لا تريد الانتخابات ليست غرفاً وطنية. الشبح يحرك القضاء للإدعاء على حداد. الأشخاص الثلاثة، يعني السفير السعودي، دولة الرئيس، والأستاذ أحمد الحريري، ثلاثتهم بيقولوا معنا خبرها خبرية. يوم بكى مشهور مشيك. وضع صعب. إردوغان يلوح بنقل العمليات إلى حدود العراق. في ترينز لن تضيعوا الشبشب بعد اليوم. وفي فن الخبر تكريم الإعلامية بولا يعقوبيان. هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. على مقياس الصقيع الذي يحاصرنا، فإن التغيير المناخي ضرب لبنان مع تسجيل أكثر من ملحوظ في ارتفاع درجات الحرارة على السلم السياسي. الاحتباس الحراري السياسي وجد متنفسه على المنابر بمؤتمرات صحفية جوالة ما بين وزيري الخارجية والمال، حيث استحضر الدستور بنسختين وتفسيرين، فيما المطلوب واحد، تطبيق الدستور بطبعته الأولى الصادرة ما بعد الطائف. رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وبعد اجتماع هيئته السياسية، طرح دفوعه الشكلية عند أبواب من يملك سجلا حافلا بمحاولات العزل والمس بالشراكة الوطنية، نافيا نية الانقلاب على الدستور ما دام التعديل يتطلب الثلثين، والثلثان يحتاجان إلى توافق سياسي. وقال باسيل، بما أن الأكثرية ترفض الدولة المدنية، نطرح مرحليا من دون تعديل الدستور إلغاء المذهبية السياسية للمحافظة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وأكد أن لبنان لا ينجح لا بالثنائيات ولا بالثلاثيات، وأن السياسة المتبعة في الداخل يحاول البعض تصديرها إلى المنتشرين في الخارج. وعند باب المداورة والتثبيت وصولا إلى خصخصة الوزارات، أدلى باسيل بدلوه واستراح. عد دعسة لحق به وزير المال علي حسن خليل، ضاربا موعدا معجل مكرر لمؤتمر رد الضيم، فقال: لا نستطيع تفسير الدستور على طريقة المفتين الجدد الذين هم في موقع مسؤولية اليوم وقد ورطوا العهد، مضيفا إن الشراكة لا تختصر بإما أكون في هذا الموقع وإما لا يكون الموقع، ولا تكون بإما نسيبي في المكان وإما لا يكون المكان. حرب باسيل علي حسن خليل الاستباقية على أعتاب الانتخابات النيابية تبدو كمن يحارب طواحين الهواء، فالمادة 95 من الدستور واضحة، وأهم ما نصت عليه في الفقرة باء إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الأولى التي تكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، مع التقيد بمبدأ الاختصاص والكفاءة.
27 عاما وطيف إلغاء الطائفية السياسية يحضر في المناسبات في بلد محكوم بملوك الطوائف، ممسوك بمافيا سياسية خطفت الدستور واستباحت القوانين، والرهان في تغييرها معقود على الانتخابات المقبلة، حيث الشعب هو الخصم والحكم، ويقول لهون بس، حيث اتضح أن الشبح هو من حرك النيابة العامة. وعيدها الدستورية واللجنة الوزارية استكملت بحثها في الإصلاحات الانتخابية، أما الضحية الإصلاحية الثالثة فتمديد المهل لتسجيل المغتربين. سقط اقتراح الوزير جبران باسيل التمديد لمهلة تسجيل المغتربين بعد سقوط البطاقة البيومترية ومراكز الاقتراع الكبرى أو الميجا سنترز. فبعدما دخل وزير الخارجية والمغتربين اجتماع اللجنة الوزارية بروحية أن تأجيل الانتخابات 11 شهرا حصل لإقرار الإصلاحات لا لرميها في سلة المهملات، خرج معلنا هزيمته للمرة الثالثة في معركة الإصلاحات الانتخابية أمام القرار السياسي بوقفها. أمام القرار السياسي بوقف الإصلاحات. تعتبر حالك خسرت؟ أنا من أول كل مرة أنا لما بخسر بقول. بتعترف يعني بالخسارة؟ طبعا خسرت، أنا خسرت معي الإصلاحات، خسروا معي كل هي آخر خسارة معي. لأنه هي خسارة لحرية الناخب وخسارة لرفع مستوى المشاركة. وزارة الداخلية التي أعلنت استعدادها لتنفيذ قرارات السلطة السياسية أقرت أن الخلافات السياسية والوقت عرقلا تحقيق البطاقة البيومترية والتصويت في مكان السكن، أما استحالة تمديد المهل للمغتربين فتقني. عمليا كمان ما عاد ممكن، أولا هي بتحتاج لتعديلات بالقوانين وبتحتاج لامتحان آخر للداخلية. لوائح الشطب بتنشر بموجب القانون بواحد أدار، لما بتنتهي مثل مهلة تسجيل المغتربين ب25 شباط قديش عندك 5 أيام لتعمل لوائح شطب جديد، بصير بدك تغنك تعمل تنشر لوائح الشطب مرتين. عامل الوقت برأي بعض الشرقاء ما بيسمح، ولذلك تعرف على أصول مثل هذا توافق، بس بتقديري خلاص اللبنانيين رايحين على الحمله الانتخابيه في كاتوره بلشنا الله. قطع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الطريق أمام تعديل قانون الانتخابات، في حين أن رئيس التيار الوطني الحر يصر على تعديله لعدم مخالفته، أما وزير الداخلية فيؤكد أن النقاش دستوري لا سياسي. في مادة وحيدة خاضعة للنقاش بالقانون الدستوري والقانوني متعلق بالمادة 84 اللي بتنص على الحكومة اللي متعلق باستعمال البطاقة المغلقة. هذا الأمر يناقش لإيجاد مخرج قانوني له. اجتمع الاشتراكي والقومي والمرد والقوات مع حركة أمل في وجه التعديل في مقابل إصرار التيار الوطني الحر عليه، في حين أن الوزير علي حسن خليل رأى أن الكلام في هذه الأمور الإصلاحية تجاوزها الزمن. أعلن المجتمعون أنها الجلسة الأخيرة التي تناقش الإصلاحات، لأن الأولوية هي لإجراء الانتخابات في مواعيدها. رواند أبو خزام، قناة الجديد. رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل عقد مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع الهيئة السياسية في التيار، وأعاد طرح الدولة المدنية كخلاص لكل اللبنانيين، معتبرا أن لبنان لا يحكم بالثنائيات، وقال إن الاتهام بالانقلاب على الدستور يوجه إلى الذين يخلقون أعرافا جديدة. وكشف باسيل عن اتصالات داعية إلى مقاطعة مؤتمر الطاقة الاغترابية. بصير اتصال بأشخاص فقط شيعة للطلب إليهم أنه يصير فيه مقاطعة شيعية لحدث وطني لبناني عالمي. لبنان بلد ما بيعيش بثنائيات، في يمكن ثنائية وحدة بتحكمه، هي الثنائية المسيحية الإسلامية يلي هي الشراكة المسيحية الإسلامية يلي هي العيش الواحد المسيحي الإسلامي. كل ثنائية تانية ما لها محل. لن ينجح أحد بخلق مشكلة بيننا وبين حزب الله، بيننا وبين المكون الشيعي في لبنان، بيننا وبين المستقبل، بيننا وبين المكون السني في لبنان، بيننا وبين الدروز. نرجع للطرح الدائم، الدولة المدنية.
بس الدولة المدنية مش بس بقانون الانتخاب، الدولة المدنية بالأحوال الشخصية وبكل أوجه الحياة. نحن بنقترح مرحليا من دون تعديل الدستور، اوعى حدا ياخذنا على هذا الباب هلا. ما عم نحكي عن تعديل الدستور، عم نحكي بممارستنا تطبيقا للدستور بعدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة. نقترح إلغاء المذهبية السياسية. على الأقل منحافظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وما منخصص لهم كل واحد لا مسلم ولا مسيحي لا وزارة ولا مديرية. وهيدي المداورة مش على الطلب، بتكون بشكل دايم. هيدا مبدأ بيشيل هالكتل الحديدية، وكل واحد وضع اليد على الطائفة والتكلم باسمها وتحريضها كل ما يلزم الأمر. عندما واحد بيشعر انه يعني موقعه السياسي مهزوز دغري بيتمسك بطائفته وبيقسم البلد. أكد وزير المال علي حسن خليل أن للشراكة في لبنان معايير محددة وغير مزاجية. كلام خليل جاء في مؤتمر صحفي في الوزارة، لافتا إلى أن التوقيع الضروري على مرسوم الأقدمية هو توقيع وزير المال، وقال نأسف لإدخال رئيس الجمهورية في هذه المسألة. الشراكة في البلد لا تختصر في أما أن أكون في هذا الموقع أو لا يكون هناك موقع. الشراكة لا تختصر بأن يكون مرشحي هو المرشح الأوحد أو لا يكون هناك قيام لمؤسسات. والشراكة لا يكون في أن يكون نسيبي في هذا الموقع أو فلينتظر اللبنانيون سنة واثنين وثلاثة. خلينا فورا فخامة رئيس الجمهورية بشكل واضح بشكل صريح يبعث رسالة لمجلس النواب حول المباشرة بتطبيق المادة 95 من الدستور، وهيك بنكون جديين. بالنسبة لنا المسيحيين بالبلد ما عادوا عم ينحسبوا على قاعدة العداد، على قاعدة العدد. هذا الأمر نحن وقفناه، هذا أمر نحن خلصنا منه. اليوم المسيحيين بالنسبة لنا هن طرف وجودي أساسي بالبلد، له دور ميثاقي معمد بشراكة حقيقية مش مني من أحد على الإطلاق. وزير المال تطرق في مؤتمره الصحفي كذلك إلى موضوع الدولة الديمقراطية العلمانية وموضوع مجلس الشيوخ ومجلس النواب، معتبرا أن البعض استخدم شعارات ليخفي ممارساته الحالية في إدارة شؤون هذه الدولة، وتناول السجال الحاصل حول مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي سيعقد في أبيجان بحضور وزير المغتربين جبران باسيل. بعض وسائل الإعلام اللي بتنطق باسم تيارات سياسية راحت مباشرة أن هناك محاربة من حركة أمل لمؤتمر عقد بالخارج أو سيعقد بالخارج. بدي أقول نحن لدينا الجرأة، لو كان لدينا قرار بأن نعمل على مقاطعة اللقاء لكنا أعلناه بكل وضوح. نحن مش معنيين بهذا الموضوع، لكن تروح الناس تسأل حالة تشوف ليش ردة الفعل هيدي. نحن رايحين لبرا لنجمع الناس أو لنجمع شيء تاني، واللي بيعرف بيعرف شو بده ينجمع بمثل هذه المؤتمرات. اليوم بتستضيف أحدهم على شاشتها بتعرف تحته رجل أعمال شيعي من أبيجان. اللي بده يعرف الناس هيك واللي بده يصنف الناس هيك ما بده وحدة الجاليات بالعالم. خلينا ننتبه. الدولة المدنية نحن بنرحب فيها، نحن أول من طرحها، مش بدنا نبرم وراء المشكل. فلنذهب مباشرة إلى وضع مشروع إلغاء الطائفية السياسية موضع تنفيذ إذا كنا فعلا نريد تطوير نظامنا السياسي. خلينا نراجع معلش ذاكرة اللبنانيين، مش كثير ضعيفة، نتناسى أحيانا. خلينا نراجع التعيينات والتشكيلات وكل ما يتصل بما جرى خلال الفترة الماضية لنشوف هل كان الأمر هو لحساب طائفي أم لحسابات معينة عند البعض.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يعلن قرار الحزب التحالف مع أمل بكل دوائر لبنان ويتحدث عن غرف سود. قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في خلال إطلاق ماكينة حزب الله الانتخابية في دائرة الجنوب الأولى من بلدة حنوي إننا لا نبحث عن أغلبية نيابية في المجلس النيابي ولا عن الثلث الضامن أو المعطل للمجلس مع قسم من حلفائنا، لأن طبيعة القوى التي ستنجح والمرحلة التي نحن فيها ستفرضان تحالفات وعلاقات نستطيع من خلالها أن نحقق أمورا كثيرة من دون الأشكال القديمة التي تتطلب أكثرية معينة. سأكون واضحا معكم، هذه المرة الغرف السوداء التي لا تريد الانتخابات ليست غرفا وطنية، هي غرف خارجية، لأنهم بالحسابات وبحسب القانون وبحسب التمثيل الشعبي يصعب عليهم أن يعدلوا النتيجة. بعضهم يتصل ببعض الأشخاص وبعض الجهات، وطبعا وصلتنا ونحن نعرف ذلك ونعرفهم بالأسماء، يقول لهم تحالفوا مع بعضكم فلان وفلان وفلان وهذه الجهة وهذه الجهة لتواجهوا حزب الله في الانتخابات. وبعضهم أجابوا هالإجابة، قالوا يعني مثل البعض من واجههم ولا ما من واجههم، اللي إلهم لح ياخدوا وزيادة. إذن ما هو الحل؟ الحل هو إثارة بلبلة لتيئيس الناس، لإثارة بعض المشاعر المحبطة حتى يقل إقبال الناس على الاستعداد. نحن قررنا كحزب الله أن نتحالف مع حركة أمل، والتحالف في كل دوائر لبنان من دون استثناء. وقال قاسم إن حزب الله مرتاح سلفا لأي نتيجة تكون عليها الانتخابات، ونحن لسنا قلقين ولا نجري حسابات على الورقة والقلم، مركزا على أن ما يهمنا هو أن مروحة التمثيل المناطقي والشعبي ستكون أوسع منها في أي وقت مضى، وسنكسر احتكار التمثيل الإلغائي للقوة الحية القائمة في المنطقة. هل يجيز الدستور للسياسي أن يكون نائباً ووزيراً في آن واحد؟ الدستور اللبناني في مادته 28 نص على جواز الجماعة بين النيابة ووظيفة الوزارة، وأن الوزراء يجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي، ولكن كيف سينفذ الوزراء المرشحون مهمات وزاراتهم فيما هم ينهمكون في حملاتهم الانتخابية؟ وهل يسخرون سلطتهم لخدمة الترشح؟ مقر بعض الوزارات اللبنانية ستتحول إلى مراكز لحملات الوزراء الانتخابية، فأكثر من نصف مجلس الوزراء مرشح للانتخابات النيابية. هذا الاستنتاج ليس من باب سوء نيتنا، فمن شرعوا قانون الانتخابات هم أنفسهم من فرضوا على رئيس البلدية ونائبه ألا يترشحا للانتخابات النيابية إلا بعد مرور 6 أشهر على انقضاء ولايتهما أو استقالتهما، كي لا يستغلان سلطتهما في مآرب انتخابية. فهل هذا الاستثناء لا يشمل أعضاء السلطة أنفسهم؟ أنا برأيي إمكانية رئيس البلدية يأثر على الناخبين بخدمات بلديته أقل كتير إمكانية وزير يأثر على ناخبينه بوزارة. تساؤلنا يؤكده النائب بطرس حرب أيضا، على الرغم من أنه جمع سابقا بين الوزارة والنيابة. المسألة الأولى أنه وجوده بالسلطة، خصوصا إذا بده يمارس مثل ما عم بيمارسوا الوزراء الحاليين، يعني أنه مرشحين يحطوا كل إمكانيات السلطة بتصرف لهني تقدروا يجيبوا يعملوا زبائنية انتخابية وأمنوا أصوات بنتيجة الخدمات اللي ممكن يقدموها بإساءة استعمال السلطة على حساب القانون والكفاءة وكل شيء. وهذا شيء عم نشهده بشكل كبير كتير مع هاي الوزارة الحالية. الإشكالية الثانية اللي بتطرح هي أنه هذا الوزير إذا اليوم أنا استجوبته ودي أطرح فيه الثقة، هذا الوزير له حق يصوت مع حاله أو ضد حاله. يعني ما في شيء بيمنع النائب يعمل وزير، بس هو اللي بيعمل وزير بطل نائب، يعني هو بيفقد حقه بالتصويت. هذه من الأفكار اللي احنا عم نتداول فيها تنطلع بقى من هالازدواجية اللي هي متناقضة مع نفسها، انه موقعك محاسب وموقعك محاسب، ما بتركب، بتكون او محاسب او محاسب. مع انك وافقت بفترة انك تكون محاسب ومحاسب. لا طبيعي طبيعي، لانك كنت وزير انا، بس
صابون لأنه هيدي غلط ولأنه من ممارستي بدون ما أني وافقت، أكيد ما وافقت يعني، بس من ممارستي القصة اكتشفت أنه هذا شيء غريب وشيء لازم يتصلح. وبعد الانتخابات النيابية، هل من ينجحون سيمنحون أنفسهم الثقة في الحكومة المقبلة؟ قانون فصل النيابي عن الوزارة، نحن عم نطلب أنه يروح على الهيئة العامة ويرفضوا لنعرف مين مع الإصلاح، لأنه هيدا من وقت اللي فات أنا كنت بعدني شاب. الله يرحمه الشيخ بيير جميل، الشيخ بيير المؤسس حزب الكتائب، كان يطالب فصل النيابة عن الوزارة. هذا الجمع بين النيابة والوزارة لم يمنعه الدستور، ولكن منعته تصريح البعض مبدئياً. أنا عم بتبنيها على العمياني. ليال بوموسى، قناة الجديد. الجديد تمتحن المواطنين في مسلمات الانتخابات النيابية، وإليكم عينة من اطلاعهم. اللي عنده القرار ماشي بالانتخابات. الانتخابات بدها تتم بموعدها. في 5 شباط تفتح أبواب الترشيح للانتخابات النيابية، وفي ظل جدل طال حول إدخال تعديلات على قانون الانتخاب حسمت اللجنة الوزارية قرارها. ولكن مهلاً، وسط كل التجاذبات السياسية والتعقيدات التقنية للقانون، هل يعلم اللبناني أبسط المسلمات؟ إليكم الجواب. تعرف إمتى موعد الانتخابات النيابية؟ على علم بشباط. والله ما بعرف، بنتخب أنا معي فوق 22 بس ما بعرف. انتخابات؟ إيه؟ ما بعرف، ما مش قارية كلها. ما بعرف أبداً، ولا بتهمني لا أعرف. على علمي بغير، بس بالضبط أي نهار ما بعرف. إذا صدقوا هالكبار هالأوادي شهرين ثلاثة ما هيك؟ بس ما أنك عارف إمتى تنتخب؟ لا تحديدا بعد ما أعرف. تنتخب؟ أكيد هي بتعطش فيه. ليه؟ السياسة اللبنانية الله وفق خلينا عنه، خلينا أبعد عنه. ما بتعرف إمتى موعدها؟ ما بتعطى، ما بتعطش. بشهر أيار. قد إيه؟ بشهر أيار ما بعرف قد إيه ساعتها صارت. إيه؟ بس؟ إيه خلص. لا عندي أي فكرة. ما كنت عارف اصلا انه في انتخابات نيابيه ولا حننتخب يعني اصلا. ولا واحد اب او ب يعني يمكن بعيد العمان. والله الجديد استصرحت اكثر من 30 مواطنا بين منطقتي المناره والاشرفيه، 3 اشخاص فقط نجحوا في اعطاء الاجابه الصحيحه. 6 ايار. 6 ايار. برافو. رسب معظم الممتحنين في ملف تصدر اهتمامات السياسيين، والراسبون ليسوا إلا الناخبين الذين بات الإحباط سمة حياتهم. والحري بالدولة أن تطلق حملة التوعية الانتخابية، وبالمرشحين أن يحفزوا الناخبين على المشاركة والتغيير. ليال سعد، قناة الجديد. شبح القضاء يلاحق الإعلامي الساخر هشام حداد. حتى صباح هذا اليوم لم يكن معلوما من هو الطرف الذي ادعى على الإعلامي ومقدم البرنامج الساخر لهونو بس هشام حداد. نصايح طبية للأمير محمد بن سلمان للتخفيف من أكل الوجبات السريعة ما يسمى فاست فود. هلا كل شيء عم بيصير بالمنطقة عم تنصح يوقف همبرجر. ولأن التهمة هي التعرض لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فقد حامت الشكوك حول البيت الأزرق، إلا أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال جزم وفي اتصال بالجديد أن الشكوك ليست في محلها. اتصلت بالثلاثة بالمعنيين سواء مباشرة أو غير مباشرة، بالأشخاص الثلاثة يعني السفير السعودي، دولة الرئيس، والأستاذ أحمد الحريري، ثلاثتهم بيقولوا معنا خبرها خبري. لكن السؤال الأساسي، مين هالشبح اللي طلب انه يحرك هيك قضية؟ ومع إبعاد الشكوك عن البيت الأزرق ونفي وزير العدل استخدامه المادة 14 الذي تجيز له تحريك النيابة العامة، باتت الجهة المدعية أقرب إلى مسحة لطالما استخدمها حداد في برنامجه. هن ما حدا بيقدر يفتخر قدام بالمجالس ده انه انا رحت عملت هذه الدعوه او انه انا رحت حسابات. ما شيء يدعو للفخر، شيء يدعو للخجل. مشان هيك ما في حدا رح يعلن مسؤوليته عن هذا الموضوع. انا هذا رايي خاصه بعد ما شفت الفيديو. على ان جهه الشبح التي ادعت على حداد بانت في نهايه الامر فهي ليست سوى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود،
الذي رأى في تصريح لاحق أن بعض الكلمات التي وردت فيها إساءة وتشهير وتسيء إلى علاقات لبنان بدولة أخرى، والمحكمة هي التي تفصل في صحة هذا الادعاء. وكان لافتا انتقاد النائب حسن فضل الله للاستدعاء، ورأى أنه من المثير للاستغراب المسارعة إلى الادعاء على إعلامي ضد بسمته الطبيعية التي لا تقع بأي وجه من الوجوه تحت طائلة المساءلة القانونية، ولا تستحق هذا القرار القضائي الخاطئ الذي ينبغي التراجع عنه فورا. ما في مدعي شخصي اليوم، التحريك الدعوة العامة مقيد بشكوى من المتضرر مباشرة أو بواسطة وكيل. اليوم لا المملكة السعودية دعيت ولا السفارة إجا منا كتاب على العدلية ولا شيء. اليوم احنا أصلا بالمحاضر كلها ما شفنا في فريق متضرر أو ما شفنا حدا من ذكرهم هشام بالفقرات تعود بالبرنامج مدعين بصفة شخصية، ولا في إخبار ولا في أي شيء. في حال ثبوت الجرم على هشام حداد مع أنه جرم القدح والزام غير متوفر إطلاقا، عقوبتها من الشهرين حتى السنتين و100 مليون ليرة غرامة في حال ثبت أن هناك قدح وزام. أول شيء بالفقرة موجود، من الفقرة معروف أنه اليوم هو عم بيكرر شيء قاله ميشيل حايك، يعني هو ما تحكم على رئيس وتحكم على المملكة السعودية ولا على أي حدا. يعني اليوم بينصحوا بعدم تناول الوجبات السريعة الهامبرجر، ما راح قال له أنه فيك تأكل تمر ولبن بدل الهامبرجر، يعني يكون فيها ازدراء أو فيها يكون تحقير أو شيء. التهمة التي وجهت إلى الإعلامي الساخر هي تهمة غاية في الجدية، وأن رأى فيها البعض مسحة سمجة لا ترقى حتى إلى السخرية المستخدمة في برنامج لهون وبس. آدم شمس الدين، قناة الجديد. مشهور مشيك يناشد أهل الخير إنقاذ ابنتيه. إذا ما عملت العملية ممكن موت، ولكن أنا بدي أنا أعيش كمل حياتي، صير دكتورة ساعد الأطفال المحتاجين. الله يشفيك يا ماما. عندي طفلتين، مروة عمرها 13 سنة وفاطمة عمرها 9 سنين، بيعانوا من مشكلة وحدة اللي هي نقص بأنزيم بالكبد، مما بيؤدي إلى بحص بالكلى، بحص بالعظام وحول العينين، وبيعمل مي على على القلب. وضع صعب. فاطمة صرت معرضة لكذا عملية ووصلي للموت بين إيدي. العملية لفاطمة لمروة زرع الكبد بدها تنعمل بالجامعة الأمريكية، وحسب ما قالوا لي هنيك بتكلفنا 300 ألف دولار. إذا ما نعمل العمليات يعني أنت بتكون عم تطلع بابنك عم يموت ببطء. إذا في حدا مسؤول بهم الأمر أطفال ينقذ حياتهم، أنا بكون ممنون. أنا بتمنى له الحياة الحلوة لبناتي، أنا تعبت عليهم كتير وبين تعب عليهم كتير. الله يشفيها لمرة، مرة عملية بسرعة. شو بتحبي أنت تعملي؟ دكتور. شو بدك تعملي بس تصيري دكتورة؟ بدي احكم لولاد الصغار، بدي منكم تساعدوني كيف ما حتى لولاد الصغار ما يوصلوا للمرحلة اللي أنا وصلت لها. المريض ما حدا بحس بوجع. لازم نعمل زراعة كبد وكلى. كرمال انصح. بعد الإعلان مؤتمر صحفي بلا صحفيين. اللوائح تبحث عن الإنجليين. عبيد يتهم بري مباشرة.
أهلا بكم من جديد وإلى فقرة ترندز مع زميلة سارات صالحة. مرحبا. بداية أخبارنا مع تقنية مساعد السائق يلي بدأت فيها إحدى شركات السيارات للمساعدة بركنها من دون أي تدخل بشري. لا تكشف الشركة من يومين عن استخدام آخر لها التقنية نفسها، ولكن مش بالسيارات وإنما داخل فندق ياباني طبقها على المشايات الطاولات والمخدات ليصيروا يتحركوا لحالهم ويرتبوا حالهم بحالهم. طبعا هالمشهد شكل صدمة إيجابية لزوار الفندق، هن وعم يشوفوا المشايات عم تمشي بقلب الغرفة لتوصل لمكانها المضبوط. ننتقل على تحديث جديد عم تشتغل عليه منصة تويتر لتطوير تطبيق خاص لمشاركة مقاطع الفيديو على الشبكة مباشرة، بحيث يتمكن المستخدم من الوصول للكاميرا فورا أول ما يفوت على التطبيق، يعني بفكرة مشابهة لسناب شات. تويتر أعلنت أنها مش جاهزة بعد لتشارك تفاصيل هالتطبيق بالوقت الراهن، إلا أنه هالنسخة الجديدة رح تمكن المستخدم من تسجيل الفيديو ومشاركته فورا على الشبكة من دون الحاجة للدخول للتطبيق ومن ثم فتح تغريدة جديدة ومن ثم البدء بتصوير الفيديو أو التقاط الصورة ليتم أخيرا نشرها. ويلي عم تشتغل عليه إجمالا هو تبسيط هالعملية وتسريعها. وأخيرا رح أختم مع مقطع فيديو انتشر بشكل كتير كبير لشخص بالصين انفجرت بوجهه بطارية هاتف آيفون من بعد ما جرب يعض عليها ليختبر مدى صلاحيتها، إلا أنه نتائج هالاختبار ما إجت لصالح الشخص وانفجرت البطارية بسبب الضغط يلي صار عليها من دون ما يسبب هالانفجار أي أضرار تذكر. لكن الجدير بالذكر أنه هالحادثة إجت بعد أسبوعين من قيام أبل بإغلاق متجر لها بسويسرا من بعد الإبلاغ عن سخونة وانفجار بطارية آيفون داخله، بالإضافة لعدة حوادث مشابهة عن ارتفاع درجات حرارة بطاريات هواتف آيفون 8 بالصين، اليابان وتايوان. لتوضح أبل عبر بيان اعتذرت فيه عن خذلان الشركة لعملائها وعرضت تخفيض سعر البطارية من $79 ل 29. ومع هالخبر أنا بدي ودعكم وأتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى الأكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاك ترينز. وأنا برجع بشوفكم بكرة بنشرة جديدة. باي. اللوائح الانتخابية تبحث عن الإنجليين في بيروت. ما إن رسى القرار على بيروت دائرة أولى وثانية وأعطت التقسيمات الجديدة الإنجليين مقعدا في الدائرة الثانية، حتى بدأت اللوائح الانتخابية وأصحابها رحلة البحث عن مرشحين من الطائفة الإنجلية ليكتمل النصاب القانوني لكل لائحة. لكن من هي هذه الطائفة وما دورها في التاريخ والحاضر؟ كنيسة من 1923، من أول كنايس برأس بيروت. وقت اللي كان فيه هون ما كان في بنايات اساسا، كان غابات. قبل الاستقلال كان اسمها البروتستانت، وبعد الاستقلال اخذوا الاسم الاخر اللي هو الانجيليه. هلا على لوائح الشطب هن ذاتهم بروتستانت او انجيليين. طائفه الانجيليه طائفه مؤسسه لجمهوريه لبنان، كانت موجوده من البدايه وكان عندها مقعد نيابي من زمان، وكان عندها رئيس جمهوريه وكان هو ذاته رئيس مجلس وزراء، وكان بوقت من الأوقات عضو مجلس الشيوخ الرئيس أيوب تابت. يبلغ عدد الناخبين في الدائرة الثانية في بيروت نحو 348 ألف ناخب، أما عدد المقترعين فيرجح أن يصل إلى 180 ألف مقترع، من بينهم نحو 3000 مقترع إنجيلي من أصل 25 ألف ينتشرون في المناطق اللبنانية. أما المقاعد فتتوزع على النحو التالي: 6 للسنة، مقعدان للشيعة، مقعد للروم الأرثوذكس، مقعد للدروز، ومقعد إنجيلي. وقد درجت العادة أن يغير الإنجيليون طائفتهم ليتمكنوا من الترشح في المناطق التي يسكنون فيها. أما اليوم فانقلبت الآية وبات كثيرون يحاولون الانتماء إلى الطائفة الإنجيلية. لا، نحن مش عم نفتح عم نفتش تيجوا حدا يعملوا نواب وكذا، لا، هيدي مفصولة عن هيك. طب إذا حدا بده يجي يقلب يعمل إنجيلي هل ستسمحون له بالدخول هلأ؟ لا أبدا، أكيد لا،
يعني ما حدا بيقدر يجي يعمل عن مصلحة لأي مصلحة كان هيك ولا في ناس عندهم أحيانا أشياء تاني. هلأ ليش في هجم اليوم؟ صدق أنا مش عارف ليش بقى في شباب هن محمسين يترشحوا أكيد وهيدا حقهم، بس عم بيفتشوا على يكملوا اللوائح بالنظام الجديد بالقانون الجديد، فهن يكملوا اللوائح فهن مضطرين يكون في عندهم مقعد إنجيلي في دائرة بيروت الثاني، وإلا ما بتكمل الليستة. كان الإنجيليون في الانتخابات النيابية السابقة يتمثلون في المجلس النيابي بالنائب باسم الشاب ثم بالشهيد باسل فليحان، واليوم مع اقتراب الانتخابات النيابية أصبحت العروض تنهال على الطائفة التي ترشح منها إلى اليوم 10 أسماء معظمها لم تعلن بعد، أحزاب وجدت إنجيليا لها كالتيار الوطني الحر والتيار المستقبل والحزب القومي السوري الاجتماعي، فيما لا تزال أحزاب أخرى إضافة إليها المجتمع المدني في طور البحث على أن تكتشف أسماء جديدة في قابل الأيام. ألين حلاق، قناة الجديد. أحيت الجمارك اللبنانية برعاية وزير المال علي حسن خليل اليوم العالمي للجمارك في مؤتمر عنوانه بيئة تجارية آمنة في خدمة النمو الاقتصادي، وتخلل المؤتمر عرض لتبسيط الإجراءات الجمركية. الجمارك تحتفل باليوم العالمي للجمارك بلا أسئلة صحفية. والعارف بالخلافات القائمة على مستوى الصلاحيات ما بين المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام لابد أن يستغرب هذا المشهد، ولكن متى حضر وزير المال بطل العجب. أيها الحفل الكريم، لقد وضعنا إلى وضع خطة متكاملة تشمل المدى القريب والمتوسط والبعيد لتطوير الجمارك ورفع مستوى أدائها يوما بعد يوم. هذه الخطة أثبتت فعاليتها من خلال زيادة الإيرادات حوالي 224 مليار. يتباهى مدير الجمارك بإنجازاته ويستعرض خططه المستقبلية، فيما يبشرنا رئيس المجلس الأعلى بخطة استراتيجية. ومن هنا أدعو جميع موظفي إدارة الجمارك إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة التي ترعى وظائفهم، وإلى القيام بمهامهم وواجباتهم الوظيفية وفقا لها وفق مبادئ العدالة والمساواة. أما وزير المال علي حسن خليل فيشدد على أهمية التنسيق بين أقطاب الجمارك، محذرا بأن حملات التفتيش والرقابة لن تكون موسمية. من غير المسموح بعد اليوم أن نتحدث عن محميات وأن نتحدث عن مجموعات لا يمكن أن نمس بها. الأمر مفتوح في التشكيلات وفي المحاسبة والمراقبة واستخدام كل أدوات التفتيش والإدارة الرشيدة والحوكمة فيما له علاقة بالأفراد والقيادات والمسؤولين على اختلافهم. هو حفل إذن. الجمارك تحتفل بنفسها وبتوقيعها اتفاقية مع أيزو لبنان أملا بأن تستوفي المواصفات. تعد الناس بالشفافية ولكنها تخشى أسئلة الصحفيين في مؤتمر أمام وسائل الإعلام، فيما مدير الجمارك لا يزال حتى يومنا هذا يتهرب من تصوير مقابلة صحفية معنا لنستعرض له الفيديوهات والبيانات والتقارير التي توثق المخالفات التي ارتكبها أو اتهم بارتكابها مراقبون ومسؤولون عسكريون في الجمارك، وسنعرضها في نهاية شهر كانون الثاني في تحقيق مفصل. أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف جينكا الذي زاره في قصر بعبدة أن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الدور الذي يجب أن تؤديه الأمم المتحدة لمنع إسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية قبل تصحيح النقاط 13 المتحفظ عنها على الخط الأزرق، لافتا إلى التبعات التي يمكن أن يسببها مضي إسرائيل في بناء الجدار على الأمن والاستقرار في الجنوب. وشدد الرئيس عون على أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لقرار مجلس الأمن رقم 1701 تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إلزام إسرائيل وقف هذه الانتهاكات،
لا سيما أن لبنان التزم تنفيذ هذا القرار بكل مدرجاته، ولم يحصل أي خرق له من الجانب اللبناني منذ إقراره عام 2006. عقد المدير العام السابق لوزارة الإعلام ومفوض الحكومة السابق لدى تلفزيون لبنان محمد عبيد مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة، سرد فيه مراحل المظلومية التي تعرض لها، وذلك بعد مرور 19 عاما على المرسوم الذي وضعه في تصرف رئيس الحكومة، ومرور 14 عاما على ثاني حكم صادر عن مجلس شورى الدولة الذي أكد إبطال المرسوم المذكور، متهما مباشرة رئيس مجلس النواب بالوقوف وراء كل ما تعرض له. لم يجد الرئيس نبيه بري مفرا من فصلي من تنظيم الحركة دون أي مسوغ سوى اتهامي بمخالفة التعليمات التنظيمية، لأني نشرت مقالين في جريدة النهار، الأول حول قضية الإمام القائد السيد موسى الصدر، لمحت فيه إلى بعض الصلات التجارية مع أركان من نظام القذافي زاروا بيروت، والثاني حول آليات عمل مجلس النواب. وفي وقت لاحق حاول بعض ممثلي الكتل النيابية اقتراح قانون يلزم الحكومة بتنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة دون مماطلة، لكن هؤلاء نسوا أن من يعيق فعلا تنفيذ مثل هذه الأحكام هو رئيس السلطة التشريعية الذي تمكن كالعادة من إيداعه في أدراج مشاريع واقتراحات القوانين التي لا تتناسب مع مصالحه. لأنه دائما بتوصل لمحل القصة بصير فيها اتصال ما بالكواليس، وحددت اليوم أنا مين من دولة الرئيس نبيه بري بكل صراحة لوقف هذا الموضوع. صار في محاولات أخرى أيضا حزبية من الأخوة في قيادة حزب الله ومن آخرين، خلص في موقف، وأنا لحد اليوم مش عارف ليش هالموقف، وليش بحق لأي زعيم سياسي أنه يمنع موظف لديه كامل المواصفات الإدارية المحترمة أن يستعيد حقه بعدما حصل هذا الحق اعتباريا، يعني رد اعتباره من خلال مجلس شورى الدولي أنا أو أي حدا تاني. أو بدنا نحترم القضاء أو بدنا نحترم هذه المؤسسة أو الهيئة التي اسمها مجلس شورى الدولي التي تعتبر أعلى سلطة قضائية إدارية في الدولة. طلبك يا فخامة الرئيس بتنفيذ الأحكام الملزمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة لصالحي، كي يكون في ذلك عبرة لمن يستهزئ بالقضاء وإنفازا لحق مكتسب. ملف آخر دخل على خط النزاع بين بعبدة وعين التيني، وهو مؤتمر الطاقة الاغترابية المقرر عقده في الثاني والثالث من شباط المقبل في عاصمة ساحل العاج أبيجان. ففيما ذكرت وسائل إعلام التيار الوطني الحر أن بري يوعز إلى أنصاره في مقاطعة المؤتمر، نفت أوساط عين التيني لصحيفة الجمهورية أن يكون رئيس مجلس النواب أو حركة أمل يتدخلان في ثني المغتربين عن الحضور، وقالت ليس في كل مرة يفشلون فيها سيبحثون عن شماعة لتعليق فشلهم عليها. ويبدو أن حرب أمل على التيار وصلت عمليا إلى غانا، حيث انتشرت صورة لعدد من السكان المحليين الأفارقة يحملون لافتات تدعم الرئيس بري في مواجهة الوزير باسيل الذي يرعى ويشارك في مؤتمر الطاقة الاغترابية في أبيجان الشهر المقبل. فهل يفقه حاملو الشعارات هذه في السياسة المحلية اللبنانية؟ بعد الفاصل أيقونة من الجعفري لديمستورا. قطر لن تخضع. خلاف سعودي كويتي. أهلا بكم من جديد. في التطورات الإقليمية، قوات سوريا الديمقراطية تصد هجوما تركيا على مواقعها في عفرين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعو إلى عدم القلق من عمليات بلاده العسكرية في المنطقة.
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية قصد مقتل 43 مقاتلا بينهم 8 مقاتلات من وحدات حماية المرأة ومقتل 59 مدنيا و134 جريحا. قالت إنهم سقطوا من جراء قصف الطيران الحربي التركي على مدن وقرى في منطقة عفرين السورية. وأفادت قصد بأنها تصدت أخيرا لهجوم على مواقعها في عفرين في كل من ناحية بلبلة وقرية قرنة، إضافة إلى قرية حمام على محور بلدة جنديرس. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد بدوره عزم أنقرة على مواصلة عملياتها العسكرية حتى تطهير حدودها مع سوريا ممن وصفهم إرهابيين. وأشار في خطاب له أمام قياديين إقليميين في حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة إلى القيام بعمليات عسكرية في منبج السورية عقب تطهير منطقة عفرين من الإرهابيين. Bugün 7. gününe giren Zeytin Dalı operasyonumuzu لا داعي إلى أن يقلق أحد إزاء العمليات العسكرية التركية في شمالي سوريا، لأن الهدف منها هو تطهير المناطق الحدودية من الإرهابيين. سنواصل عملياتنا العسكرية في سوريا بعد عفرين إلى مدينة منبج لتطهيرها من الإرهابيين، وصولا إلى الحدود العراقية لغاية القضاء على آخر إرهابي. نحن لا نحتل عفرين، بل نحاول جعلها مكانا ملائما لأصحابها الحقيقيين بعد تطهيرها من الإرهابيين الذين يسرحون في المنطقة تحت العلم الأمريكي. وكان أردوغان قد زار فجأة المنطقة الحدودية مع سوريا، حيث عاين مقر قيادة العمليات العسكرية في محافظة هاتاي، وأكد أن الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية سيتواصل حتى تحقيق أهدافه. وفي الإطار، كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أردوغان أبلغ ترامب في خلال اتصالهما ضرورة سحب القوات الأمريكية من مدينة منبج، بعدما كان الرئيس التركي قد حذر من أن بلاده ستوسع عملياتها العسكرية في سوريا لتشمل منبج في خطوة قد تضع القوات التركية في مواجهة مع الولايات المتحدة. وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أمريكية خاصة تعمل لتأليف وتدريب معارضة مسلحة في سوريا لإحباط عملية السلام. وأوضحت الوزارة أن الإرهابيين يخططون لأعمال إرهابية في دمشق وحمص ودير الزور لجر الجيش السوري باتجاههم من إدلب. ولفتت الوزارة إلى أن المسلحين بمنطقة السيطرة الأمريكية في التنف قد يحققون اختراقا باتجاه الشمال والشمال الشرقي. مفاوضات فيينا تابع وموسكو تدفع باتجاه سوتشي. قبيل أيام من استضافة سوتشي الروسية مؤتمرا للحوار الوطني السوري على أراضيها في 30 من الشهر الجاري، تواصلت لليوم الثاني والأخير المفاوضات السورية برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة السورية والمعارضة في فيينا. فالتقى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دو ميستورا وفد الحكومة السورية ساعيا لدفع الوفد إلى الدخول في نقاشات حول مسألة الدستور بعد رفضه أمس أي نقاش في هذه المسألة. في المقابل، قال مصدر في وفد المعارضة السورية إنهم أجروا لقاء إيجابيا مع المبعوث الأممي حول مسألة الدستور، إذ قدمت المعارضة رؤيتها لضرورة تحقيق انتقال سياسي كامل في البلاد يسمح للسوريين بإجراء انتخابات برعاية أممية والتوافق على دستور جديد للبلاد. المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا التقى كذلك على حدة الوفد الحكومي السوري برئاسة بشار الجعفري ووفد هيئة التفاوض برئاسة نصر الحريري. إذ كيف لدولة مثل أمريكا أوجدت داعش وحمت داعش ورعت داعش وما زالت تقاتل من أجل داعش فوق الأرض السورية، دولة تنتهك السيادة السورية بتواجدها العسكري على أراضيها في تحد صارخ لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، كيف لدولة كهذه غرقت أيديها وأيدي أدواتها بالدم السوري واعتدت مباشرة على سوريا؟ كيف لهذه الدولة أن تتحدث عن الحل السياسي والمستقبل في سوريا؟ وقد أهدى الجعفري دو ميستورا أيقونة لنسخة عن أقدم نص معاهدة سلام في العالم اسمها أنتمي، حيث جرت في تل مرديخ بإدلب السورية. أول من فكر في إقامة معاهدة سلام سياسية ودبلوماسية وتجارية وثقافية بين مملكتي إدلب وأبرسان.
وعلى خط سوتشي أعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن من الخطأ الظن بأن مؤتمر سوتشي سيضع نقطة نهائية في التسوية السياسية للأزمة السورية، لكن إطلاقه خطوة مهمة في طريق هذه التسوية بحسب قوله. قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إننا مستعدون للدفاع عن سيادتنا، مؤكدا أن لبلاده هويتها واستقلالها وتاريخها. وأعرب آل ثاني في حديث إلى موقع أوبينيون انترناسيونال الإخباري الفرنسي عن اعتقاده بأن السياسة والحوار هما السبيل إلى الخروج من الأزمة، وأضاف إننا مستعدون لحل دبلوماسي منذ بداية المقاطعة شرط احترام سيادتنا والقانون الدولي، وقال إن السعودية تريد قطر خاضعة لنفوذها وهذا لن يحدث أبدا، لافتا إلى أن لبلاده هويتها واستقلالها وتاريخها وهي تتخذ قراراتها بكل استقلالية، وهذا الأمر غير قابل للتفاوض وسيبقى كذلك في المستقبل. وقال إن محاولة كسرنا لن تجدي، والشعب القطري مستعد للقتال دفاعا عن سيادته، وإن علينا الاستعداد لحماية شعبنا. أثارت زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت خالد الروضان لقطر وتصريحاته في الدوحة رفضا سعوديا تجلى في تغريدة عنيفة عبر موقع تويتر من تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي السعودي، الذي وصف الوزير الكويتي بالمرتزق، ما استوجب ردا كويتيا وتعقيبا سعوديا رسميا. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل مرداد التقى في مكتبه الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت، وجرى التشديد على متانة العلاقات الثنائية والتعاون المستمر، كما تناول اللقاء الأخبار المثارة التي تستهدف التشويه والإساءة إلى علاقة البلدين، وكان تأكيد أن الجدل الرياضي الأخير الذي دار بين تركي آل الشيخ بصفته رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت خالد الروضان لا يتجاوز المألوف في المجال الرياضي وطبيعة هامش المكاشفة فيه بعيدا من السياسة والبروتوكولات المتصلة بها. وأوضح مرداد أن رئيس اللجنة الأولمبية لا صفة سياسية له، مشددا على رفض واستهجان سلوك الوزير الروضان في الدوحة لأنه يخالف موقف الحكومة الكويتية المحايد للأزمة. في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر دافوس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفلسطينيين لم يبدوا أي احترام لأمريكا بعد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأضاف يجب أن يظهر الفلسطينيون احترامهم للأمم المتحدة. واتهم ترامب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه أهان أمريكا بقوله إنها لم تعد هي الوسيط الأمين، لكن ترامب منذ حملاته الانتخابية حتى وصوله إلى البيت الأبيض لم يكف عن إهانة العرب والمسلمين والمسيحيين، ويهدد بالردود القاسية كل من يخالف سياساته، فأين الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي وحتى الفاتيكان من إهانات ترامب المتكررة للعالم كله وضربه بعرض الحائط قرارات الأمم المتحدة؟ وننتقل إلى فن الخبر مع الزميلة دارين شاهين. مرحبا. منح ملك بلجيكا فيليب الإعلامية بولا يعقوبيان وسام رفيع تقديرا لمسيرتها بالعمل الإنساني والبيئي ولدورها بتمكين المرأة، وهالوسام البلجيكي يعطى للمرة الأولى لصحفية حول العالم. بدي أشكر ملك بلجيكا فيليب وأشكر صديقي أليكس لينارتس على أنه هو كان السبب بهيدا الوسام، أكيد شغلة بحملة دفا وبالبنك الدولي للتنوع والانصهار بالعالم ضوى بشي محل وخليهم أنهم يكرموني بهالديكوراسيون وافتخر فيها كتير. أنا بعتقد المشهور لازم يرجع يعطي للمجتمع، بمجرد أنه يكون وجه معروف عليه واجب أكبر يرجع يعطي للمجتمع اللي بحبه أو اللي بيشوفه أو اللي بيصدقه. فأنا ما بفهم الشهرة إلا أنه واحد يشكر الناس أنه بتلبيه وما يتعب بهالمجال ولا مرة يزهق. يعني أنا حملة دفا من كل قلبي بشتغل فيها هالحملة، فلما بيجي هيك تكريم بشعر أنه شي محل عملت شي صح. والتكريم الأكبر لما تعرف أنه ساعدت 100,000 عائلة، وعم نشوف هلأ بالشتي والسقيع شو عم بيصير،
فكنا بالصمت نشتغل أنجا نقدر نساعد عشرات العيال. هلأ وصلنا لمئة ألف عائلة لأنه منحكي ومنعمل كامبين، لأنه التلفزيونات توقف معنا والنيو تي في كتير ساعدتنا السنة. فتحية لكم، وأكيد أنه بفضلكم عم تكبر أكتر وعم تكبر الثقة فينا. هيدي الديكوراسيون ما نقلي لحالي، هيدي لكل الإعلام اللي كان شريك معي ووقف حدي سندني وما بخل علي ابدا بهيدي المساله. في قرار استراتيجي اخذتي ليتلي مؤخرا؟ كل خطوه اخذتها وكل قرار اخذته كنت عارفه حالي وين رايحه. انا صار لي 10 سنين ونص بتلفزيون المستقبل، هالتلفزيون عطيني كثير، واليوم ما اخذت كمان وسام لو ما انا على هيدي الشاشه اللي بتدعمني، والرئيس سعد الحريري بتدعمني دعم لا متناهي، وانا كثير له مقدره وشاكره هالشيء. بس انه انا صار لي فتره طويله حاسة إنه لازم انتقل لشيء آخر، إني ما قادرة أعطي أكثر مطرح ما أنا، إنه في أفاق أخرى لازم إني روح إلى لكون أنا راضي عن نفسي. وهيدا الشيء عملته بالتوافق مع الرئيس سعد الحريري، رغم إنه كان مثل ما قلت بكلمتي متمسك والدنياني أبقى، وهيدا شيء كتير أسعدني وحبيته أكثر ما أنا أصلاً بحبه، لأنه شعرت بهيدا التمسك. فأنا مرة جديدة بشكره وبعرف إنه بيتمني لي الخير وبيتمني لي إني يكون مطرح ما أنا شاعرة إني قادرة أعطي بعد. وبولا للناس اللي عم يقولوا بولا اوكي هلا خلصت من الفيوتشر، هلا شو بدها تعمل؟ هلا راح على الانتخابات النيابيه، راح اترشح ببيروت الدائره الاولى. يلا هيدا سكوب لك. مبروك بولا. كان في النشره ولعت بين باسيل وخليل، عم بيصير اتصال للطلب إليهم أنه يصير في مقاطعة شيعية لحدث وطني لبناني عالمي. نحن لدينا الجرأة، لو كان لدينا قرار بأن نعمل على مقاطعة اللقاء لكنا أعلناه بكل وضوح. اجتماع أخير للجنة قانون الانتخاب وأول الخاسرين الإصلاحات. صرت انا خسرت معي الاصلاحات، خسروا معي كل هي اخر خساره معي، لانه هيدي خساره لحريه الناخب. ما عاد ممكن، اولا هي بتحتاج لتعديلات في القوانين. حزب الله يطلق رسميا عجله التحضيرات الانتخابيه. الغرف السوداء التي لا تريد الانتخابات ليست غرفا وطنيه. الشبح يحرك القضاء للادعاء على حداد. الأشخاص الثلاثة يعني السفير السعودي، دولة الرئيس، والأستاذ أحمد الحريري، ثلاثتهم بيقولوا معنا خبرها خبري. يوم بكى مشهور مشيك. وضع صعب صعب. إردوغان يلوح بنقل العمليات إلى حدود العراق. وكان في ترند، لن تضيعوا الشبشب بعد اليوم. وكان في فن الخبر تكريم بولا يعقوبيان. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، وعلى فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. إلى اللقاء. إلى اللقاء.